يا مساء الخير، يا مساء الحب والسعادة. آخر موقفنا في موضوعنا السابق إن حنتكلم عن التوازن. لما قعدت لهذا الموضوع لقيت نظريات كثيرة تتكلم عن التوازن في الحياة، فأنا بحاول أني أجمعها وأربطها في بعض. لما نجي نتكلم نقول توازن، توازن في إيش؟ إحنا حنركز اليوم على جانب واحد، التوازن في الحياة. طب أوكي، أنا إيش يهمني؟ ليش أنا أبغى تكون حياتي متوازنة وإنها تكون بأكمل وجه؟ على أساس أنا تسير أموري بنفس العجلة بنفس الرتم، ما أصطدم بأشياء مضادة لي. تقولوا لي كيف؟ هذا حتكلم فيه آخر حاجة. إذا لم يحدث توازن إيش يصير؟ جوانب الحياة متعددة، إحنا حناخذ الآن أهم 8 جوانب نقدر نضيف لها جانبين على حسب إحنا إيش نشوفها مهمة في حياتنا. نبدأ كل حاجة بالرسم وبالتخطيط ونكتب، بنشوف إيش وضعنا، إيش تقييمنا لذاتنا، إيش هدفنا من الرسم وإيش هدفنا من التقييم. ما لا يقاس لا يدار، إحنا نبغى ندير حياتنا بالشكل المطلوب اللي إحنا نبي، لذا إحنا بنحط كل حاجة وبنحط لها مقياس على أساس يكون عندنا قدرة على إدارتها. قبل ما ندخل في الموضوع أحب أذكركم المشاركات والمداخلات تكون عن طريق تويتر، وححط لكم الرابط. طيب نقول بسم الله. يفضل أن الواحد يمسك الخطوات على أساس أنه يشوف ويقيم ذاته. نشغل مهاراتنا شوي ونرسم دائرة ويكون لها مركز زي اللي أنا موضحتها لكم، وتقسم إلى 8 أقسام. تبون تخلون قسمين فاضين تقدرون تضيفونها إلى 10. الأهم في هذا أني جوة الدائرة أعمل فيها من 0 إلى 10. هذا يفيدنا على إيش؟ أن نقيس الشيء اللي إحنا نبغاه أو الجانب اللي إحنا نبغاه على أساس إحنا نقدر نديره. حنسجل في الدائرة أهم الجوانب في حياتنا اللي هو المالي، المهني، الاجتماعي، الأسري، النفسي، الجسدي، العقلي، الروحي. طيب إيش هستفيد؟ هستفيد أشوف وين نقاط ضعفي. لما تكون الشيء قدامي واضح أنا أعرف أركز عليه وأعرف أنا هنا هذا الجانب كيف أني أنا أنميه، حتى وإن كان جانب مادي. ليه؟ لأن أنا صار عندي قياس له. طب الحين نشرح التمرين أو كيف أني أنا أعمل مقياس لذاتي. ما أقدر أعمل مقياس لذاتي إلا عن طريق أني أنا أسأل نفسي، وما حيكون في إنسان أصدق من نفسي. ليه؟ لأن هذا تقييم حقي أنا. نقول مثال، نقول الجانب الصحي. أسأل نفسي هل أنا راضي عن صحتي؟ أوكي، ممكن يكون في ناس فيهم أمراض. طب الأمراض اللي فيهم هل هي أمراض بسبتهم؟ فيهم مثلا سمنة مفرطة، أو مثلا مريض السكر ومتهاون في السكريات زي كذا. أسأل نفسي كيف طريقة غذائي، هل أنوم النوم الكافي؟ كل هذا يندرج تحت الصحة. قيم ذاتك من 0 إلى 10. تبون التقييم من 5 على 10 على حسب الدرجات اللي أنتم تبون تقيمونها فيها. لذلك لكل خانة اطرح على نفسك الأسئلة. ممكن البعض يكون عنده مثلا لبس يقول طيب الجانب المهني إيش هحط فيه؟ أول حاجة هذا الجانب يتعلق أي شيء فيه المهنة. هل أنا راضي عن مهنتي؟ كم أنا منغمس في وقت عملي؟ يعني في البعض تلاقي من أول ما يصحى لحد ما ينام حياته كلها عمل، بينما الجانب الثاني الأسري والاجتماعي والترفيهي هذا عنده يكون 0. طيب لما يكون عندي هذا الجانب جدا طاغي على باقي الجوانب إيش حيصير لي؟ هنا لما نتكلم إحنا كيف على التوازن.
طيب بعد ما احنا خلصنا تساؤلاتنا عن نفسنا وقيمنا ذاتنا، ممكن البعض او الاغلبيه ممكن يقول لك انا عندي الجانب المالي وصل 2 والجانب الاجتماعي وصل 10. هنا اقول لك وقف، بسبه انشغالك في الجانب الاجتماعي او الجانب الترفيهي هو اللي عمل لك الخلل في الجانب المالي. تقول لي كيف؟ حنتكلم بس على جانب واحد، كيف انشغالنا احنا بالجانب الترفيهي ممكن يضرنا في باقي الجوانب، سواء الروحاني أو الاجتماعي أو الأسري. خلينا نضرب مثال على السوشيال ميديا، أو بصفة عامة خلينا نختصرها التعلق الإلكتروني. لا ننكر أن صارت السوشيال ميديا تأخذ جانب كبير من حياتنا وأثر على الجوانب الأخرى. طيب وين الخلل؟ الخلل أنه وصلنا مرحلة إدمان قهري، يعني لازم الجوال في يدنا، لازم نفتح نشوف هذا وش صار وهذا وش صار. إيش أضاف لنا هذا الشيء؟ أول حاجة نعترف إدمان قهري، نقدر نتخلى عنه؟ نعم، لما نعرف أن هذا يسبب لنا مشكلة. الانغماس في الجانب الترفيهي اللي يندرج تحته انشغالنا بالسوشيال ميديا، أول حاجة يصرفنا عن القراءة اللي هو الجانب التعليمي. يصير إيش؟ يصير حتى نظرتنا للأمور سطحية أو يسمونها أفقية، يعني ما نشوف إلا السطح. أما إذا كنت أنا قارئة هنا تختلف نظريتي وتختلف نظرتي أنا أصلاً للحياة. هنا أنا نمي عندي أشياء الجانب التعليمي. ممكن هذه معلومة تكون جانبية على فكرة، ترى انشغالنا في السوشيال ميديا أو أشياء الترفيهية، نسأل نفسنا إيش الشيء اللي إحنا نهرب منه. كثير ناس يهربون مسؤوليات وينشغلون في هذا الشيء، ما ننكر. إيش ينتج عنه؟ ينتج عنه التسويف في أمورنا، تكون حتى أشياء كثيرة. مثلا نقول مثلا أنتم الحين تسمعوني صح ولا لا؟ ممكن أنا قاعدة أقول كلام يفيدكم، صرتوا إيش؟ بعضكم، مو الكل طبعا، البعض يكون مستمع سلبي اللي بس سمعنا وخلاص، بس ممكن في أحد ثاني يقول لا أنا أبغى أستفيد، أكون مستمع إيجابي. هنا الفرق. فإحنا نشوف الناس اللي إحنا نتابعهم إيش أخذنا منهم، نقول أوكي خذوا جانب ترفيهي بس ما يكون كل حياتنا، ما يكون هو شاغلنا الأكبر. نبحث حتى في ترفيهنا عن شيء يفيدنا ونكون متفرج إيجابي مستفيد ولا نكون سلبيين. على فكرة ترى حتى ممكن تضيفون الزمن التحصيلي اللي هو كيف أنا أستغل وقتي في يومي، إيش الأشياء اللي أنا أستفيد منها، إيش الأشياء اللي أنا ضفتها في حياتي. هذا ترى على فكرة جانب جدا مهم، هذا اللي ينمي عندنا المهارات. لما أنا أنميها ممكن أعدل فيها باقي جوانبي. إيش يفيدني فيه؟ يفيدني أنا أشوف وين نقطة ضعفي. والله أنا نقطة ضعفي مثلا المهني أو الاجتماعي أو الأسري. طب أسأل نفسي وين المشكلة؟ هل أنا عندي جهل بالتعامل؟ هنا أروح وين؟ يا أني أروح الناس مختصة أو أني أنا أقرأ عن مشكلتي وكيف لها حل. بتقولون لي الجانب المالي، أنا متأكدة حقول لكم كيف. طب خلينا شوي نركز على الجانب المالي، ممكن يكون هو شغل الشاغل البعض. نسأل نفسنا أول شيء عن الإنفاق، هل أنت تعيش بحدود مواردك أو أنك مدخل نفسك في ديون؟ طيب إذا أنا نقص عندي المال إيش يكون أنا وضعي؟ هل أنا بتوتر؟ طيب لما أنا ينقص عندي إيش البدائل اللي أنا ممكن أني أخلقها؟ هل أني أنا أغير وظيفتي؟ هل أني أزيد من طاقتي الإنتاجية؟ هل أني أطور عندي مهارة على أساس تساعدني على ترقية؟ هنا نفكر. طيب نرجع للدائرة حقتنا، إحنا إيش هدفنا؟ نخلق توازن. طب ليش نبغى نسوي توازن؟ أول حاجة عندنا ذات وأهداف وطموح. الذات كيف أنا أهتم بنفسي، الأهداف أنا أبغى أحقق أشياء كثيرة، وطموحي اللي هو اللي يجي أعلى من الهدف اللي هو اللي يمشي على خطة معرفية إيش طموحي. نركز شوي على الطموح بما أنه هو أعلى المستويات وأعلى من الأهداف. أسأل نفسي إيش مسؤولياتي ومتطلباتي والتزاماتي، 3 نقاط جدا مهمة.
وبعدين أسأل نفسي إيش أقدر أسوي. لازم أسأل نفسي إيش الشيء اللي أقدر أسوي. أعمل جدول، هذا جدول خارج الدائرة، تمام؟ أسأل نفسي الصحة، وش وضع نومي، إيش وضع غذائي، إيش وضع حركتي. نفس الشيء نسأل نفسنا في الجانب المالي، إيش مهنتي، إيش مشترياتي، إيش الموازنة اللي أنا عملتها في حياتي، وين الخلل فيه. ونفس الشيء الجانب الروحي جدا مهم، علاقتي مع الله. وبعدين أسأل العقل اللي هو المعرفة، أنا إيش قاعد أضيف لنفسي. طب الحاجة الثانية اللي لو نقول في جانب طغى عن الجوانب، أبغاكم تقرون كتاب اسمه فائض الاحتمال، هحط لكم صورته. أوكي، هذا الكتاب ما له دخل أبدا في علم النفس، بس للأمانة أنا فادني كثير. اللي حب يقرأ هذا صورة الكتاب. خلاصة الكتاب إن أي جانب أنا أركز فيه وأحط فيه كل قوتي يسبب لي خلل، أو أن يحدث لي في حياتي الأشياء المضادة للشيء اللي أنا أبغاها. ما ودي أحرق عليكم، اقروه معليش، تعبوا نفسكم شوي، عشان مهما حكيت ما حتوصل لكم الفكرة. في ناس كثير شرحوا باليوتيوب، بس مو زي لما أنت تقرأ وأنت تستخلص وتطبق على حياتك وتشوف انعكاسك أنت، مو أن سي من الناس شرح الكتاب بوجهة نظره. طيب وش رايكم نوقف شوي إلى هنا، أشوف هل الفكرة وصلتكم. طب أنتم عارفين وين حنكون، في تويتر. أي سؤال حيطرح هناك الجواب حيكون عن طريق سناب شات. وش رايكم أساس أني أنا ما أرجع أكمل في الموضوع والفكرة هي ما وصلت. أول شيء أشكر اللي طبق معي، سواء أرسلها على تويتر أو أن أرسلوا ليها المقربين على الخاص. في شخص عزيز علي رسل لي الدائرة، فوجدنا عنده الجانب المهني جدا عالي، الصحة لقيناه أقل، الأسري أقل. هنا إيش صار عنده؟ صار عنده خلل. طيب سألته يعني أنت منشغل بالمهني ومنشغل في المال وما أدري إيش، طيب هذا عشان مين؟ مو عشان نفسك؟ هذا التوازن سويته لمين؟ مو لنفسك؟ فهنا ننتبه لا يطغى جانب على جانب. نفس الشيء في شخص ثاني أرسل لي الجانب الأسري جدا عالي، يقول أنا ماني فاضي للاجتماعات. بس بينما لو نغفل إحنا على الجانب الاجتماعي ممكن يكسبنا علاقات، العلاقات هذا تفيدنا حتى على الجانب المهني.